إذن يا أسامة، يبدو أن استخدام السلاح الغربي لضرب مواقع داخل روسيا لا يزال يثير الكثير من الجدل أوروبيا وغربيا. لديك المزيد من التفاصيل؟ صحيح حنين، بالفعل منذ بداية هذه الحرب مسألة الأسلحة الغربية واستخدام الأوكرانيين لها تثير أزمة كبيرة. الآن طبعا وبعد أكثر من عامين على انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، أخيرا قررت واشنطن تغيير موقفها ولو بشكل جزئي. هذا جاء عبر السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، لكن مع قيود جغرافية محددة تركز حاليا على منطقة خاركيف. واشنطن وحلفائها برروا تغيير موقفهم بحشد روسيا لآلاف القوات على الحدود، وتحديدا على بعد نحو 30 كيلومتر فقط من مدينة خاركيف التي تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية. مهاجمة روسيا بأسلحة غربية كان مطلبا أوكرانيا منذ أشهر. صحيح أن كييف استهدفت الحدود الروسية خلال أكثر من مناسبة، لكن السلاح المستخدم في هذه الهجمات لم يكن سلاحا غربيا، هذا طبعا تفاديا لأي تصعيد مع الجانب الغربي. أما في الإطار الجديد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن أوكرانيا بإمكانها تحييد الأهداف التي يطلق منها الصواريخ داخل روسيا، مشددا على عدم استهداف أوكرانيا لأي أهداف عسكرية أو مدنية أخرى. أما دول أخرى مثل إيطاليا وبلجيكا قالتا إنهما سيلتزمان بالصبر وسيراقبان تطورات الأوضاع على الأرض. أما بالنسبة للمقاتلات الحربية، لم تعلن أي من الدنمارك أو هولندا موقفهما من السماح لطائرات F-16 المرسلة إلى أوكرانيا بالتحليق فوق الأراضي الروسية. هذا في الجانب الغربي. أما في الجانب الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين لم يتأخر كثيرا في الرد على هذه التطورات، بل واعتبر أن استهداف الأراضي الروسية بأسلحة مقدمة من الغرب لأوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.